أعزائي المشاهدين، مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج من أول السطر. حديثنا اليوم رح يكون عن فترة كتير إشكالية بالتاريخ العربي، فترة الجاهلية أو ما تسمى الجاهلية. هل هي حقيقة كانت جاهلية أم كان هناك حياة اجتماعية وحياة حضرية؟ الكل يتصور أن تلك الفترة كانت عبارة عن سبي وغزو وأدبنات، ناس متوحشين جهلة، وجاء الإسلام وغير تلك الحقبة وجاء بصورة جديدة للمجتمع. لهالسبب اليوم استضفنا أستاذ جامعي ضيف في هذا المجال ومختص في الأدب الجاهلي وأرخ للأدب الجاهلي. خلونا سوا نتابع هالفيلم عن الضيف وبعدها نبدأ حوارنا ومن أول صوت. الدكتور محمد حمزة إبراهيم ولد في قرية الجنات مدينة اللاذقية عام 1954. درس المرحلة الابتدائية في مدرسة القنجرة والإعدادية والثانوية بثانوية جول جمال، متحملاً عناء التنقل اليومي من جنات إلى اللاذقية رغم قلة وسائط النقل، حتى نال الشهادة الثانوية في العام 1973. انتسب إلى دار المعلمين نظام السنة الواحدة عام 1974 وعمل معلماً. حصل على الإجازة في الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية جامعة تشرين عام 1982. وفي العام 1984 حصل على دبلوم التأهيل التربوي من جامعة دمشق كلية التربية. شهادة الماجستير في اللغة العربية قسم الأدبيات من الجامعة اللبنانية عام 2003، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية من جامعة الروح القدس الكاثوليك لبنان في العام 2007. ومن جامعة تشرين كلية الآداب والعلوم الإنسانية نال شهادة الدكتوراه الثانية عام 2011. عمل الدكتور محمد محاضرا في كلية التربية جامعة تشرين منذ نشوء الكلية حتى الآن، كما عمل إداريا في مديرية التربية وشغل رئيس شعبة الأجور والرواتب لمدة تزيد عن 15 عاما. نُدب لاحقاً إلى حقل القضاء محكمة الأحداث في اللاذقية حتى إحالته على المعاش عام 2014. من أعماله كتاب الصورة الفنية في شعر بكائيات الشيعة 2003، كتاب موسوعة شعراء مكة في العصر الجاهلي 2007، جمع وتحقيق وشرح طرائق تدريس اللغة العربية 2008، شعراء العشو جمع وتحقيق وشرح 2001، ديوان جران العود تحقيق وشرح 2012، كتاب الشيخ صالح العلي مجاهدا شاعرا ثائرا مقاوما مخطوط في العام 2016. كتاب
كتاب اللباب في النحو، تحقيق وشرح وتعليق وإعراب الشواهد الشعرية والآيات القرائية في العام 2017، وله أيضا مجموعة من الأبحاث والمقالات الأدبية والدراسات المنشورة في المجلات المحكمة، وأخيرا سمائية الحدث في رواية الشراع والعاصفة للأديب حنا مينا. اهلا وسهلا بالدكتور محمد حمزه ابراهيم. اهلا بكم. طبعا دكتور، حضرتك يعني استاذ لغه عربيه لفترات طويله، ولك باع بمجال اللغه العربيه وباحث في مجال التاريخ العربي. بدنا فورا نحكي على موضوع الجاهليه، تسميه الجاهليه، معنى الجاهليه، وهل هي تلك الصفه يعني هي ملاصقه او مطابقه لوصف ما قبل الاسلام؟ شو وجهه نظرك؟ أولا، موضوع الجاهلية هو مصطلح أطلق عليه من قبل أناس لم يعوا العصر الذي سبق الإسلام بماهيته وإمكانياته العلمية والأدبية والاجتماعية، فأظهروا السيء وأغمضوا عينهم عن الحسن وما كان قائما بجد ونشاط. فلذلك جاءت لفظة الجاهلية ملتفة بأطياف من الغموض. فعندما نبحث في العصر الذي سبق الإسلام فتجاهلوا ما كان من الناحية الاجتماعية الحياة المتلازمة، وهي من النمط القبلي الذي يعمل كل منهم لمصلحة القبيلة، فتوزع فيما بينهم إن كانت بصفة إنسانية أو اجتماعية جميع غنائمهم على جميع أفراد القبيلة، فهذا شيء حسن. إغاثة الملهوف، فقبل الإسلام وجدت الأحلاف، وكانت هذه الأحلاف هي عبارة عن إغاثة الملهوف، ومن هذه الأحلاف الكثيرة التي انتشرت في الوطن العربي أو في العصر ما قبل الإسلام. هناك حلف الفضول، عندك الأحلاف التي كانت تغيث المظلوم. هاي الأحلاف كانت معمولة خصوصا مشان إغاثة الملهوف، لإغاثة الملهوف فقط، وإن لم يكن عربيا. يعني كما ألف الزبير بن عبد المطلب حلفا وسمي حلف الفضول، وتمنى الرسول نفسه بعد أن يكون موجودا في أثناء تأليفه. طيب يكون شوي يعني حلف الفضول. لا بس حلف الفضول شو هو، شو ماهيته، شو كان أهدافه؟ يعني حلف الفضول كان أحد تجار هو ليس من شبه الجزيرة العربية، فجاء بتجارته ووضعها في سوق التجارة، فعند جاء أحد المتنفذين في مكة وأخذ هذه المواد، شبيحة دجليام يعني بالضبط. لذلك فأخذ التجارة، أخذ التجارة بدون ما يدفع بثمن. عند ذلك صاح هذا التاجر لإغاثته وإعادة حقه له. ف عند ذلك اجتمع فضلاء مكة وزعماءهم وألفوا هذا الحلف لكي لإغاثة الملهوف وحماية السوق التي يأتي إليها الناس من الغرب ومن الشرق. يعني مثل نوع من المحكمة تقريبا، نوع من حماية السوق والدفاع عن أصحاب عن البضائع، لأنها كانت ملتقى التجار وملتقى الناحية الاقتصادية التي كانت تعود لأهل مكة في مثل حماية المستهلك. حماية المستهلك بلا شبه. إيه فأعادوا له حقه لهذا. أعادوا له حقه وأعطوه، وعند ذلك هذا كانت من
شيم من شيم أهل. هلا معروف عن العرب، عن العرب أنا بدنا نذكر سوا الجاهلية. هلا بدنا نحكي عن الجاهلية، يقال ما تسمى الجاهلية، وفي اعتراض، أنا أحدهم هذيك اليوم ومثقف كبير قال لي أعترض على تسمية الجاهلية على تلك الفترة، لأنه بالعكس الجاهلي هو أن يقتل الخلفاء بالقتل، أن تقوم حرب بين المسلمين بيروح فيها آلاف الضحايا، سواء بحرب الجمل ولا صفين ولا حرب العباسيين والأمويين ولا مجزرة كربلاء، ولا إذا قال لي هي الجاهلية وليست الحياة اللي كانوا عايشين الجاهلين. فالجهل يعني شو يعني الجهل؟ الجهل أنك أنت تكون جاهل، ما يعني بتعمل حرب على أقل سبب. أما هل تتلصق التهمة بغيرك؟ لا، يعني مفروض نحط الحق بتسمياتها. هلا من سمات العرب كانت قبل الإسلام الكرم، معروف حاتم الطائي قبل الإسلام، ما حتما حاتم الطائي قبل الإسلام يستضيفه بعد 3 أيام ليسأله عن حاجته. طيب. بعد استضافته هذا الشيء، من كان يعقر ناقته لإكرام ضيفه، فإكرام الضيف شيمة من شيم العرب، الجود شيم من شيم العرب، الأمانة حادثة السموأل مع النبال والسهام التي وضعت لديه بعد أن ذهب حطوها عنده وبعد من رجع فأخذها. فلذلك نلاحظ على أن هذه الشيم، الكرم، الإباء، إقراء الضيف، إغاثة الملهوف، كلها شيم عربية خيرة حتى الآن تفتقدها بعض المجتمعات، فكانت كلها في مجتمع ما قبل الإسلام. كان في ذلك، كان في شغلات كمان قبل الإسلام، مثلا كان في أسواق تجارية وأدبية، مثلا سوق عكاظ كان مشهور كثير، الأسواق التي كانت في الجاهلية أسواق كثيرة، منها سوق عكاظ، منها سوق عمان، منها سوق المشقر، منها هذه سوق عدن أبين، منها سوق صنعاء، سوق ذي المجال، سوق مجنة. هاي أسواق كلها كانت قبل الإسلام، أسواق قبل الإسلام. هي كان يصير فيها تجارة، كلها تقوم بضائع، إضافة إلى رحلة الصيف والشتاء التي ذكرها القرآن. كان يرافق هالأسواق كلها أسواق أدبية، أسواق ولا أدبية. بس سوق عكاظ، سوق عكاظ كانت تقوم، كل سوق من هذه الأسواق لها ميقات. فمثلا سوق هجر بالبحرين كانوا ينتقلون إليها في شهر ربيع الآخر، كان يتولى أمرها المنذر بن ساوي بن بني عبد الله بن دارم. عندك سوق عمان كانوا يرتحلون من سوق هجر إليها، فتقوم بها بما بها سوقهم إلى أواخر جماد الأولى. إذن لكل سوق لها فترة زمنية من الأشهر العربية. إيه، وهذه الأسواق كانت بلا شبه، يعني مثل معرض، هلا كان يصير معرض دمشق، ناس تعرض بضائع، بيجي فيروز تغني، عبد الحليم يغني، فلان يلقي شعر، هيك كانت وقتها. كانت هناك البضائع، أكثرها الطيب، الطيب والعطور والسيوف والنبال، ما كان قماش يمكن ياخذوا قماش من هذه القماش. سوق صنعاء كانت تقوم في النصف من رمضان. سوق ذي المجاز كانت بناحية عرفة إلى جانبها أثناء الحج. سوق مجنة قرب مكة وتقوم قرب أيام الحج ويحضره كثير من قبائل العرب. سوق عكاظ كانت أعظم أسواقهم، وعكاظ واد بين نخلة والطائف، وهو أقرب إلى الطائف، وتقوم بها هناك سوق الأشعار، وتقرأ فيها المعلقات وتسمى الحوليات، وإنما هذه الأسواق هي عبارة عن منتديات، عن مهرجانات أدبية، اقتصادية، اجتماعية، إنسانية. فكان يتباهى العرب بتلك المزايا، فهذه الأشياء لا تدل على أن كان العصر عصرا جاهليا، لكن كان جاهليا في بعض العادات والتقاليد، مثلا وأد البنات. هذا كان سائد عند الكل ولا عند بعض القبائل؟ الوأد كان عند البعض، لأن طبعا لأنه ما كان يستمروا. أيضا من الناحية الدينية كان هناك في شبه الجزيرة العربية جماعات لم يسجدوا للصنم، ومنهم زهير بن أبي سلمى، لكن التاريخ أغفل هذه الناحية. كان حكيما زهير بن أبي سلمى، زهير بن أبي سلمى هذا سامته تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا بالك يسأمي. فكان حكيما، فهو الذي صالح العرب بحروبهم.
فكان إنسانا شريفا، كان فارسا، كان مقداما، كان شاعرا، كان أصحاب المعلقات، أصحاب المعلقات أيضا. لذلك كان هناك الحكمة، فالحكمة هي العقل والتعقل، فكيف يجتمع العقل والجهل؟ إذن هذا المصطلح فيه تجني على التسمية العربية، والعرب هم أصحاب حضارة قديمة مثلهم مثل الحضارات التي كانت تحيط بها من فارسية ورومانية وبيزنطية. ربما الحياة السياسية كانت ضعيفة، لكن ما كانوا موحدين لدولة واحدة. الإشكال يوجز ويختصر في من دون هذه الأشعار وهذه الحضارة. هلأ رح نرجع بعدين نفصل فصل كامل بالحديث عنا عن ما دون، بس هلأ بدنا نحكي شوي عن المعلقات. المعلقات، ذكرت المعلقات، انت كأديب وأستاذ مختص في الأدب، نشرح شوي بشكل مبسط المعلقات كيف كانت. المعلقات هي نوع من القصائد، أيوة، الشعرية المتنوعة الأهداف، تحتوي على نمط أو نموذج أدبي شعري، يبدأ بالوقوف على الأطلال، يتذكر الشاعر، يبدأ بالوصف، ينتقل بعد ذلك إلى الموضوع الأساسي فيذكر به، إن كان فخرا، إن كان حكمة، إن كان وجدانيا، إن كان غزلا، إن كان مديحا، ومن ثم ينتقل إلى هذا الموضوع ويجيد به. وكانت المعلقات هي عبارة تقام في مهرجانات أدبية، يعني هي القصائد الفائزة على القوة، وين كانوا التي علقت على جدار الكعبة وتبقى عرضة للنقد. طيب نظامها هي قديش تضل معلقة مثلا من موسم لموسم؟ الحوليات، والحول هو العام الكامل، فعندما نقول هذه القصائد هي الحوليات، يعني أو مثلا المعلقات، يختاروا كان 7 أو 10 معلقات، أحدهم يقول 7، واحد بيقول 10، واحد يعلقون على جدار الكعبة، تعلق على جدار الكعبة. هي قبل الإسلام حتما، أي قبل الإسلام، عكاز، أي قبل الإسلام، فتعلق، هي فتعلق لمدة وتعرض سنة، لمدة عام، وتعرض للنقد. أيوة، وتعرض للنقد، وجرت كثيرا من هذه الانتقادات الشعرية، كما جرى في معلقة عندما بيد الصحائف لا سود الصحائف، فانتقد بين الصحائف والصحائف والصفائح. لذلك لا تخلو من النقد، وكان النقاد هم أيضا شعراء كبار متفوقون على الشعراء الذين، وتشكل لجنة. طيب لهذا النقد. طيب احنا فهمنا، هلأ أخذنا سنة علقنا 7 معلقات مثلا، السنة اللي بعدها ممكن أن تكون في كل عام معلقة، معلقة واحدة. يعني واحدة، معلقة واحدة، ويمكن بس المؤرخين يختاروا 7 أو 10 أنه هدون على مر من التاريخ فازت بها وجمعها الرواة. أيه، المعلقات هاي اللي انشهرت، يعني للزوزني مثلا يقول 7 معلقات، أحدهم يقول 10 معلقات، فهذه الأشعار كانت تنطبق عليها اسم المعلقة لأنها تستحق التعليق وتستحق النقد، يجيد الشاعر لغته وبيانه وفصاحته وهدفه في هذه الأشعار. طيب نحن نحكي عن شعراء ما قبل الإسلام، تذكر أنت برأيك مين أفصحهم أو كان أكثر أشعارهم مثلا، وإذا حاضر شي بيت له يعني تستشهد فيه، إذا حاضر مو حاضر مو مشكلة. فالشعراء في قبل الإسلام كان امرؤ القيس، مهلهل، الزير نفسه، كان شاعر وشاعر مجيد، وإن كان فيه بعض المواقف في شعره. عندك طرفة، عندك عروة بن الورد، هذا كان من الصعاليك، كان من الصعاليك. هلا نحكي عن الصعاليك شوي، شو هني الصعاليك؟ هني مجموعة من الشعراء الذين عاشقوا الحرية وخرجوا عن منظومة القبيلة، وعاشوا للفقراء، فأخذوا يغزون ويأخذوا هذه الغنائم، يأخذون الغنائم
ويوزعونها على الفقراء. يعني نحكي عن نظام القبيلي لجان هون. كيف كان نظام القبيلي؟ كان توزيع غير عادل مثلا؟ نظام القبيلي كان فيه نوع من التمايز. نوع من التمايز الطبقي. يعني الأكبر ياخذ حصة أكبر. نوع من الزعامات. نوع من الخضوع والخنوع. فكانت النفس العربية دائما أبية، لا ترضى بالخنوع والانبطاع أو الانزلال أو الانصياع لرأي يخالف رأيه. فخرج من هذه القبائل مجموعة من الفرسان ومنهم شعراء، فتمايزوا بالحرية وأخذوا عروة بن الورد، طرفة بن العبد، طأبت شرًا. هؤلاء الشعراء الذين أخذوا البادية وأخذوا الفلوات ليغزوا جيرانهم ممن لديهم ممتلكات أكثر فيأخذون هذه الغنائم، وهذا نوع من السطو. لكن الهدف الذي يبرر الغاية تبرر الوسيلة. فعندما يأتي بما جمعه ويوزعه على الفقراء والمستضعفين فأصبحت غايته حسنة. فهذا نوع من العدل الاجتماعي، فهم أصحابه عدالة. فعندما يأتي بغنائم من الإبل أو من الغنم أو من النعاج ويأتي أو من الأمتعة ويوزعها على فقراء ليس قبيلته فقط، وإنما أي فقير في هذه البادية في هذه الصحراء يعطيها. فكيف نقول عنه أنه سارق؟ هذا نوع من الاشتراكية كان يأخذ من الفقراء. رفض. بس سؤال يسألك سؤال، كان دارج عند العرب سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام ما يسمى السبي الجواري مثلا، كانوا يروحوا غزو ويسفوا يجيبوا البنات الحلوين سواء بنت ملك بنت أمير المنتصرين عليه، يعني يجيبون يوزعون جواري. طبعا الزعيم القبيلي يأخذ أكثر الحصة اللي ينقي الكيسي أو اللي الأصغر يعطي أقل، أنت ماشي الفقير بجوز يطلع له أو ما يطلع له هذا الجواري. هل الصعاليك كانوا يأخذوا يسبوا كمان ولا ما كانوا يسبوا؟ يمكن أن يسبي لنفسه. يسبي لنفسه لأنه مضطهد. أيوة. من قبيلته. أيوة. فعنترة رفض من عمه ولكن لأنه أسود. فكان هناك التمايز العنصري أو التمايز الطبقي غالب على الفكر الموجود هناك وفي كل المجتمعات، ليس في المجتمع العربي وحده. مزبوط. لكن عندما يخرجون من هذه القوقعة الضيقة فيأتون بما وهو أحق من غيره، فيزبي ويأخذ ويتزوج ويمكن نفسه من الحياة الاجتماعية اللائقة به. لذلك الصعاليك عاشوا نموذجا فريدا في الأدب بشعرهم وفروسيتهم أيضا وكانت إنسانيتهم. عندما يأتي بالغنيمة ويوزع على الفقراء فهذا منتهى الرقي الفكري. حافظ شي شعر إلهم هدون لحدا منهم؟ حتما. مثلا عروة عندما يرفض أن ينصاع إلى قبيلته عندما يقول وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فهذا الانصياع الذي حمله إلى الانفلات من هذه البؤرة المحدودة أو التي يعمل تحت إمرة أمير القبيلة أو قائد القبيلة. عنترة العدسي كان في جاهلية أيضا حتى. وفي قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بيقول ما سمعت عن فتى وأحببت أن أراه إلا عنترة. هاي المقولة كان بلال الحبشي أسودا. لا بس عنترة يعني عنترة كان فارسا، يعني كان مقداما هيك مقداما مجيدا للشعر ومجيدا للفروسية أيضا. حافظ له أجمل بيت غزل انقال بالتاريخ. الحقيقة كل أشعار العصر الجاهلي جميل، لديه من الرقي ومن التقدم الثقافي. لدى شعراء العصر الجاهلي مرحلة متقدمة، وهذا كان من الإشكالية التي نهت بها العصر الجاهلي. فلذلك هناك أيضا يشك في هذا ويؤخذ على جامعي ورواة الشعر
الجاهلي. فهذا ما وصلنا من معلقات ومن أشعار لشعراء العصر الجاهلي في منتهى الرقي والكمال الأدبي. نحن من الناحية الجمالية ومن الناحية الفنية فالشعر الجاهلي شعر مكتمل، ومن الناحية البلاغية ويحتج به في النحو، ووصل إلى أعلى مستويات الرقي الفكري والأدبي. فأين هو شعر البدايات في الجاهلية؟ لماذا لم لكل شاعر شعر في مراحله العمرية؟ فامرؤ القيس كان طفلا وأصبح شابا يافعا ثم راشدا ثم فارسا ثم شيخا كهولا. طيب أين شعر البدايات؟ هل كان على هذا المستوى بشعره؟ كل شعر امرؤ القيس، كل شعر المهلهل، كل شعر عروة، كل أشعارهم من الناحية الأدبية والفنية والجمالية مكتمل. طيب أين الشعر البدايات؟ هذا ما وضعنا أمام بعض الشكوك أو البعض. طيب نحن بدنا نحكي هلأ، شوف كمان بدي أحكي كمان عن قضية الحب والغزل اللي كان بالشعر الجاهلي بيسموه عزري، كان ما بني عزرة، مو هدول يعودوا لفترة كمان ما قبل الإسلام حتما، قبائل عربية ممتدة. إيه بس يعني مثلا الغزل في الغزل تبع مجنون ليلى وهدول في العصر الأموي تقريبا. الأموي بعد لكن الإسلام العزريين هدول. بس كان بتلاحظ انت حتى الشاعر كان لديه من العفة. ايوه الجاهلي كان لديه من العفة من الإباء مما لا يسمح له ان يسقط الى مهاوى المهوى الغزل الحسي الفاحش اللي قريناه بعدين بالأدب العصر الانحطاط، سواء بالأواخر العباسي يمكن وغيره، حتى بالأموي ويمكن الفرزدق. لدينا عنا الغزل الحسي والغزل لا، في غزل حتى فاضح أنا قريان هل الفرزدق الحسي البهيمي إيه؟ الفاضح المبتزل إيه؟ ولدينا الشعر العزري الذي يأبى أن ينزل ويخون أو يخون ذاته أو يقدم على شيء لم يكن له حلالا. فنرى نحن في شعر مكة، في شعراء مكة، شعراء مكة قلما نجد مديحا لدى شعراء مكة. فهم لم أسياد العرب وهم أصفياء العرب، فكيف من يمدحون؟ فالشاعر عندما يمدح سيده، إما سيدا إما للكسب أو للتعظيم أو لغاية ما بنفسه. أما شعراء مكة فلم يمدحوا أحدا. شعراء مكة هو أنت جامعون أربع أجزاء، حياة الاجتماعي في مكة، في شعراء قريش، شعراء من قريش، بني قريش، قبيلة قريش، شعراء بني هاشم، وشعراء المقلون، يعني هذول ما كثير لهم قصائد. يمكن أن يكون شو اللي دفعك تجمع هذول الشعراء؟ يعني ليش ما كانوا مجموعين قبل مثلا؟ لم يجمع. ليش؟ شو سبب إهمال شعراء مكة مثلا بالتاريخ؟ والله هذه غاية في نفس يعقوب، ويعقوب هم الرواة وهم جماع أصحاب القلم، فلماذا أخفلوا هذا الجانب من هذا الحيز من الشعراء؟ هم شعراء مكة لأنهم ينتمون إلى آل البيت، إلى الهاشميين، قبل أن يكونوا من آل البيت إلى الهاشميين. فالهاشميون هم الزبير بن عبد المطلب، أبو طالب، عبد المطلب، وهم الذين رعوا الإسلام واحتضنوا الإسلام، دعوة الإسلامية. فأبو طالب وعبد المطلب عم الرسول وجده، فكيف أغفل الرواة وكيف أغفل الجماع لهذا؟ بالتأكيد أنا رح نجاوبك أنا، لأنه التأكيد أن فترة بني أمية وهني كانوا أصحاب القلم، أصحاب القلم، سيما هني كان أول من حارب الإسلام، وعندما دخلوا بالإسلام سيطروا بعد وفاة الرسول على الحكم، فبدأوا يكتبوا تاريخ يعني يصفوا حالهم هني القمي هني شعراء. بس نحن هون بدنا أنا وياك نتوقف مع استطلاع أجرنا. طبعا أغلبهم اللي شنوهم كانوا أساتذة، وكان حول هل كتب التاريخ العربي بأمانة؟ لا. فراح نشوف سوى الاستطلاع ونرجع نتابع حوارنا.
هل التاريخ العربي منقول بأمانة؟ التاريخ العربي الحقيقة هذا سؤال يجب عليه الوقوف طويلا. هناك سقطات تاريخية طبعا، والتاريخ لم يكتب بأمانة أنا على ما أظن، ودائما التاريخ يكتبه المنتصر، وهذا طبعا المنتصر قد يكون على حق وقد يكون على باطل طبعا حسب وجهة نظر الكتاب التاريخيين في تلك المرحلة. التاريخ العربي عبر العصور التي تتالت على هذه المنطقة من حالات استعماري وغير استعماري ومن حتى حالات ما بعد الاستقلال لم يكتب التاريخ بأمانة، لم يكتب دائما وأبدا. التاريخ يكتب بأقلام الحكام، الحاكم هو الذي يملي الحدث التاريخي من وجهة نظره. التاريخ العربي كله كذب كذب، على الأقل 90% من التاريخ العربي لا يمثل الحقيقة، ينبغي إعادة كتابة التاريخ من جديد. السبب لأنه الحاكم دائما هو الذي يكتب التاريخ يعني، والحاشي المحيط بالحاكم يعني. لو قرأنا التاريخ لاكتشفنا النفاق واضح. أظن أنه التاريخ كتب حسب مصالح الملوك والأمراء، فأذكر على سبيل المثال معاوية طلب ابن عساكر وابن مسعود لكتابة التاريخ منذ الدعوة الإسلامية وحتى يومه هذا، فقال ابن عساكر إذا كتبنا التاريخ كتبنا التاريخ وصلنا إلى مرحلة الخلفاء الخليفة الرابع، فماذا نكتب؟ قال لهم اكتبوه كما هو بدقة. فأجابه ابن مسعود إذا كتبنا التاريخ كما هو فأنت لا يحق لك أن تكون الخليفة. التاريخ العربي أنا برأيي الشخصي وفق المعطيات الراهنة والتاريخية في معظم الأوقات كتبه رجالات معينة لهم نفوذهم ومصالحهم وغاياتهم الشخصية أو الفردية، ربما أحيانا لتخليد وجودهم أو أسرهم أو بطولاتهم عبر التاريخ في فترة زمنية محددة. التاريخ لا يمكن أن ينقل بأمانة لأنه مر بمراحل متعددة، من المراحل الشفهية المنقولة ومن المراحل المكتوبة، والتاريخ ما نقل بأمانة لحتى وصلنا لمرحلة الكتابة اللي هي بلشت بعد العصر الإسلامي. أما العصر الجاهلي وما قبل هي مرحلة تدوين شفهي، كانوا يتناقلوا عن طريق الشفاهية، وخاصة نحن كطالب لغة عربية ندرس الشعر الجاهلي اللي هو المنقول شفاهية، وكثير عندنا سرقات شعرية فيه نحن درسناها كظواهر شعرية شفناها بعدين، شفنا التماثل بين الأبيات الشعرية والنماذج اللي كان يأخذها من شاعر لآخر ومن مكان لآخر. فالتاريخ يعني ما فينا نحكم عليه بأنه منقول بحرفيته لبعد العصر الإسلامي، بداية العصر العباسي التاريخ الحديث بلشنا ننقل بحرفية بالتوثيق عن طريق الوسائل الحديثة. دائما التاريخ يكتبه الأقوياء، فلذلك الأمانة لا أعتقد بأن التاريخ على سطح البسيطة يستطيع أحد أن يقول بأنه أمين 100%، ولكن الأحداث بشكل عام هي التي تؤكد مصداقية العمل في هذا المضمار بشكل أو بآخر. الحاكم يضع تاريخه ليمجد نفسه، والذي يكتب التاريخ بين يدي الحاكم يريد أن يرضي الحاكم وأن يرضي حاجاته المادية. لذلك التاريخ الذي كتب في ذلك الماضي لم يكن إلا تاريخ الحكام، هناك كثير من الأحداث غطت على الأفراد والبطولات الفردية، لم يظهر إلا بطولات الحاكم وحواشي الحاكم، ولذلك هناك نقص وفجوات كثيرة في هذا النقل التاريخي. مثل ما شفنا دكتور معناها كل يشك في التاريخ الأدب العربي، حتى التاريخ العربي بشكل عام أو التاريخ بشكل عام كله سواء العربي أو غيره، الحقيقة ليش لا نكذب أنه دائما يكتبه الأمراء والسلاطين والمنتصر صاحب السلطة يدون لمصلحته وما يروق له. لهيك نحن لازال جينا نحكي يعني شو السبب، شو القضايا برأيك الأغفلت من هذا التاريخ؟ يفترض كانت تبرز للأسف نقول على أن التاريخ العربي بشكل عام
ولكن هنا نتكلم عن تاريخ الأدب كشعر جاهلي كما يسمى، وحبذا لو أطلق عليه شعر ما قبل الإسلام لإنصافه وإبعاده عن الفكر من يفكر بالجهل، والجهل ضد العلم، والعلم هو الذي يقود الأمم إلى الانتصار وإلى الثبات. ومن ثبت في وجه العاديات والتحديات والتناقضات وما جاء ضد اللغة العربية أكثر من اللغة العربية نفسها ومن الشعر العربي نفسه، حتى لم يسلم من أهله فوجدوا على أن هناك الشعر المنحول أو الشعر المصنوع والشعر الموضوع، فأين هي الأصول إذن؟ فحتى بالشعر الجاهلي ما يسمى هذا الشعر عن الفترة التي سبقت الإسلام لم يسلم من المتخصصين فيه، وخاصة عندما كتب طه حسين في الشعر الجاهلي ووضع النحل موضوع هام من موضوعاته، وكان على يد أستاذه الفرنسي الذي أراد كبقية المستشرقين من النيل من الفكر العربي للأسف. طيب سؤال، نحن حكينا من شوي عن الحياة، بعض من الحياة الاجتماعية في مكة أو في الجزيرة العربية، حكينا عن ما يسمى القبيلي والصعاليك، ألم يكن هناك حياة حضرية مدنية؟ حتماً كان، نحكي عنها شوي. حتماً هناك ما يسمى، وفي كتابي هنا أشرت إلى حياة البدو وحياة الحضر. فأين حضارة اليمن؟ أين سد مأرب؟ أين حضارة اليمن السعيد الذي كان ينعم بحضارة وارفة وظلال وخيرات جمة قدمها وأدب أيضا؟ هذه المنطقة التي تسمى قطعة من الجنة، فكيف يكون بها الجهل؟ فهي فيها حضر، فهل يقام السد؟ هل يقام السد في مكان إلا لغاية بتوفير الماء؟ هل تقام السد إلا لغاية من درء الأخطار؟ فهذه معارف حتى اليوم نتبعها، نتبع هذه المعارف ونقيم هذه البنى التحتية لأمور نتلافاها، إما طبيعية أم اجتماعية أم زراعية. عندك وادي حضرموت، فهذه الوديان، هذه الأنهار التي كانت في شبه الجزيرة العربية ليست هي بالصحراء وليس هي بالمفاوز الخالية من سكانها، بل كانت مسكونة وتنتقل بها القبائل العربية من مكان إلى مكان بحثا عن الكلأ والماء، وأقامت فيها حضارات. لكن يمكن أن تكون التحول المناخي، التحول الطبيعي، طمست معالم هذه، بعض من هذه المعالم، وجعلت ساعدت من أراد النيل بالحضارة العربية إلى الوصول إلى ما كانت تصبو إليه وتهدف إليه وساعدتها في ذلك. لذلك نقول على أن الجزيرة العربية هي صاحبة حضارة، وحضارة الحضارة الجنوبية، اليمن الجنوبي وشبه الجزيرة العربية والأسواق التي ذكرناها والتجارة والخيرات التي كانت تعتز بها الأمة العربية آنذاك. لذلك قامت التجارة، فلماذا قامت تجارة الصيف والشتاء؟ وهذا ما ذكره. كان في كمان أعراف متبعة أنه ما يتقاتلوا بأشهر الحرام، هي قبل الإسلام كمان، ما في قيود. حتما الأشهر، الحج ليس من الإسلام، الحج قبل الإسلام من زمن إبراهيم الخليل الذي بنى مكة، وجاء من بعد الكعبة عفوا وبيت الله، وكيف استدل عليه، وهناك قصص وترويها الكتب بوجود الناقة التي فلتها لكي كان تبرك وتقعد، فهنا أمر الله ببناء الكعبة فيها، فكان يحجون إلى الكعبة من جميع الجهات، ومن حجر الأسود ك
كان موجود في الكعبة قبل الدعوة الإسلامية منذ عهد سيدنا إبراهيم. فمن عهد سيدنا إبراهيم كان هناك في توحيد، وكانت مجموعة من الناس اعتنقوا الوحدانية ولا يشرك بالله من شيء. حتى قبل سيدنا كتبت إبراهيم في هذا البحث الأديان في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، ووجدت الأحناف، وكان من زعماء هؤلاء الأحناف الذين لم يسجدوا لصنم عمرو بن طفيل، كان زهير بن أبي سلمة، كان أمية بن أبي الصلب، الذي جاء بتعاليم الإسلام شعرا قبل الإسلام، قبل الإسلام، وما جاء في الآيات القرآن، وهذا دليل، وهذا دليل ودلالة على أن الفكر العربي منذ نشوئه كان سباقا بما جاء به التاريخ. فأمية بن أبي الصلب هذا الشاعر الذي نظم شعره في كثير من الأساطير ومن القصص التي جاء بها القرآن، فقصة طوفان نوح السفينة، وكيف النبي نوح أرسل الطيور للاستطلاع عن البر لأين ترسو السفينة، فأرسل الغراب فرجع خائبا، ومن بعد ذلك تحمست الحمامة وقالت أنا أذهب يا رسول الله، فذهبت ورجعت وفي منقارها قشة. هذا دليل ومدلول على أنها صادقة في بحثها، ودلت أين تتجه السفينة لترسو على أمة هذا الجبل. هي موجودة في شعر موجودة أمية؟ موجودة في شعر وفي شعره أمية. هي قصة قديمة على الحقيقة، يعني قبل أمية وقبل هي قصة الحمامة، طوفان الحمامة. إيه بس قصة طوفان، هذا الطوفان واردة بالتوراة، بس ما قبل التوراة حتى عند البابليين والأشوريين في أسطورة أو سفر بيسموه سفر الطوفان، سفر الطوفان موجود، لكن القصة التي جاءت في القرآن عن الحمامة وكيف أراد نبي الله أن يهديها مكافأة لها قيمة مادية فرفضت، فهذه الأساطير أو القصص هي لها مدلولات طبعاً ولها دليل. حمامة لا تتكلم أكيد، لا تتكلم يعني، لا أكيد. وعندما قالت له أريد أن أضع طوقا برقبتي، فطوق الحمامة لها قصتها، أوردها القرآن الكريم، وأوردها أمية بن أبي الصلب في شعره بقصيدة له طوق الحمامة، وكيف رفضت هذا الطوق الخاص بها وأولته ليكون هذا الطوق في إرثها في أولادها يحملونه حتى يذكرها أو يستذكرها الناس جميعا. فطوق الحمامة ما زال حتى الآن بريقا لامعا في رقبتها، وهو مكافأة سيدنا نوح إلى هذه الحمامة. فأوردها الشاعر أمية بن أبي الصلب، وأوردها القرآن الكريم في قصصه، فقصص كثيرة، العذاب، النار، العقاب، الإثابة، كلها موجودة في شعر أمية بن أبي الصلب كما جاء في القرآن. فإذا الأفكار كانت موجودة، وهذه الأفكار جاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما تتمم مكارم الأخلاق، فلم يكن هو مبدعا لها ولا واجدا لها، فكانت هي موجودة قبله وجاء ليتممها وليس ليخلقها ويضعها وينظمها بين الناس. وإن كان هناك في كل عصر من العصور لا بد أن يفرز فئات تشذ عن القانون وتخالف المنطق وتخالف الأخلاق وتخالف الأعراف، منذ أفلاطون لحتى يومنا هذا المجتمع يفرز السيء، ويبقى في الخط القويم مجموعة كثيرة من الناس الذين يتبعون الهدى ويتبعون الرشاد. فهذا شاهد من القرآن الكريم، هذا شاهد على أنه في تواصل بين الحضارات، في تواصل بين الحضارات، بين الحضارات، ولم يكن هناك انقطاع، وإنما إطلاق الجاهلية إطلاق فيه من العنة وفيه من الإشحاف في الحضارة العربية. أنا سأضيف يعني أنه مثلا التوحيد والأفكار هي كانت موجودة، يمكن أول من دعا للتوحيد بالتاريخ إبراهيم إخناتون، قبل
إخناتون المصري قبل قبل, إيه؟ قبل. فإذا الحضارة متصلة، هذا بيدل أنه في اتصال بالحضارة ما بين الحضارة المصري والحضارة بعدين حتى الحضارة البابلي الأشوري بعد الأشوري. اليهودية أخذوا من تلمود البابلي، أخذوا التلمود التوراة أو التوراة اللي وصلت بعدين نقلا عن اليهود، بعدين الأفكار هي تناقلت. فدليل هذا نحن ندل على شيء أمية أنه كان على صلة بهذوك الحضارات، وكان يعني على ثقافة حضارة بلاد النهرين ما بين النهرين الساحل السوري، فينيقيين وجود حتما كان تواصل بين شمال افريقيا والساحل السوري، هناك طبعا هدول سباقين بالحضارة سوريا قبل البلاد، طبعا سوريا بلاد ما بين النهرين والفراعنة أقدم بكثير من هذه الحضارة العربية، هي الحضارة التي الأصلية التي ينقصها الاهتمام. طيب أنا بدي أسألك، المؤرخين بشكل عام مثل ما سمعنا بالاستطلاع كله يشك بالتاريخ، المؤرخين هل يشك في جنسياتهم اللي كذبوا التاريخ العربي حتى شوهوا فيها أو تناسوا أو تجاهلوا؟ لا شك، لا غبار على هذا الكلام. الذي أرخ الحضارة العربية هم بعض الناس الذين دخلوا على الحضارة العربية، فمنهم الشعوبيون. فالشعوبية عملت الكثير الكثير في العصر، الشعوبية هن الغير العرب الذين دخلوا الإسلام تحت اسم الإسلام، فوضعوا الكثير الكثير مما يناقض ويناهض الفكر العربي والحضارة العربية. الشعوبيون المستشرقون في عصرنا الحديث حتى الآن لا يسلم التاريخ العربي من الطعن ومن وضع الأفكار المدسوسة في الفكر العربي. أعطيك مثالا، عندما كتبت في تاريخ الشيخ صالح العلي وقرأت على أن هناك بعض الأماكن الموجودة في الساحل السوري، وبحثت في المخطوطات التي تمت لعصر العثماني بمجيء العثمانيين إلى البلاد العربية، فكان الهم الوحيد للدولة العثمانية هو هدم وطمس معالم رغم ضحالة ثقافتها وضحالة حضارتها التركية، فلم تألو جهدا عن وضع بعض الأمور التي تهدم الحضارة العربية. وكان الاستعمار العثماني الذي حكم 400 سنة من الظلام والجهل والتجهيل والنيل من كل الفكر العربي الموجود، فوقعت في يدي مخطوطة لرجل يسمى عبد الله العاملي، فهذه المخطوطة، فكان هذا من أحد البصاصين الذي أرسلهم سلطان سليم على الساحل السوري بدءا من اسكندرون حتى وصل إلى الموصل. في كل قرية يأتي يذكر عائلاتها، يذكر أنسابها، يذكر من فيها، يذكر زعماءها، يذكر مفكريها ويكتب، ظنا منه أنه هذا هو كل الواقع، لكن تفاجأ بأن هناك فكر، هناك علم، هناك شعراء، هناك أدباء، هناك حكماء، هناك مشايخ يعملون على الفكر الصحيح. ما أقصد من ذكر هذه المخطوطة أني اطلعت على أن قلعة صلاح الدين، أيوة حلو، قلعة صلاح الدين في منطقة الحفة، ونحن أبناء اللاذقية نعلمها ونعرفها وزرناها كثيرا قاصدين السياح أو من مرورا اطلاع عليها، فهي قلعة محصنة من جميع جهاتها كجزيرة تقريبا. فجاء قائد الحملة الصليبية، وهناك 12 حملة صليبية جاءت إلى الساحل السوري، أحد قادة هذه الحملة يسمى فريدريك الثاني، عام 1070 هجرية يعني بعد الاحتلال العثماني، يطلب من والي دمشق أن يوجد قلعة لا يمكن الوصول إليها في الساحل السوري لتستريح بها وتستجم والدة القائد الصليبي
التي تسمى صفيون. 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 يذكر هذا المخطوط. وإذ نتفاجأ بعد حين. بعد السايكس بيكو، بعد العصر الحديث. اسمها قلعة صهيون. قلعة صهيون. منين اجت قلعة صهيون؟ من أين أتت قلعة صهيون؟ هي صفيون. هذا دليل. صفيون اسمها. هي صفيون. صفيون. أم قائد الحملة الصليبية. فوضعها فيها وقضت صيفها ورجع. ونسبت إلى قلعة صفيون. صفيون. فلاحظ المستشرق على ما يملك من الخباثة وما يملك من التصهيون في الذين عملوا في تراثنا العربي، ليس في العصر الجاهلي فقط، العصر الجاهلي طمس، العصر ما قبل الإسلام ما يسمى الجاهلي طمس، لكن في العصر الإسلامي، في عصور التي جاءت وندعي أنها العصر العربي الانحطاط، الفترة الممتدة من الدولة العباسية حتى دولة الحمدانيين والدول المتتابعة حتى عصر النهضة، هذه نسميها عصر الانحطاط، ليس هو بانحطاط، وإنما معالم الحضارة العربية ثابتة وموجودة لدى علمائها في الرياضيات والطب والفلسفة والهندسة والعلم الاجتماع، وكل منهم باحثه وعالمه. فنلاحظ على أن المستشرقين يستغلون أي فرصة لاستثمار هذا الموضوع، فسميت قلعة صهيون ونسبوها للصهاينة. فمن أين جاء الصهاينة أو اليهود لمنطقة الحف؟ على ذكر اليهود يقال أنه أول من كتب سيري نبوي ابن إسحاق. ابن إسحاق. بعد كم سنة من وفاة الرسول الكريم؟ بعد 150 سنة. طيب إذن ما فترة قبل 150 سنة ما كان مكتوب ولا حرف مدون عن سيري لم اليهود. يسكت هناك قبائل عربية يهودية، وكانوا من أشد المناهضين لكل المواقف الحضارية في العرب. وهؤلاء سعوا لإيجاد كل شيء، ولا ينكر التاريخ على أن اليهود هو دين يعني لا نتحضه أهميته، لكن في عصرنا الحديث في عصر الاستعمار وخاصة الاستعمار البريطاني الذي سعى في القرن الثامن أو السادس الهجري، السادس الهجري أو السادس الثاني عشر تقريبا، وما حملته الحملات الصليبية من أمور أرادت فيها تهديم كل القيم، فالكتب التي رميت في نهر الفرات بدجلة من هولاكو فكان مساعدا لهم، وكتبنا بس وقتها ما كان في استعمار بريطاني، بس أيام هولاكو هو ما كان فيه، لكن في العصر احنا في شغلة دائما في صراع حضارة، صراع الحضارات، صراع ناس بدها تسيطر على ناس، بدها تطمس حضارة ناس، والمنتصر هو اللي بيفرض، هو اللي بيدون، بيفرض، هو اللي بيدون وبيفرض رأيه، بيفرض ثقافته حتى. يعني مثلا انت يوم اجوا مثلا اجا هولاكو حرق الكتب رماها ببغداد، كل شيء عربي، كل شيء ليطمس معالم اللغة، معالم الحضارة العربية. بس نحن ما قبل بالعصر العباسي يوم ما كان اول سيري نبوي كتب ابن اسحاق، ابن اسحاق يهودي يعني لو اسلم، بس كان مشكوك باسلامه يمكن، فبجوز اساء بكثير حوادث كاتبها وناسبها للرسول الكريم، بجوز ما تكون صائرة. لذلك بتشوف حاليا في ناس كثير بناقشوك بتاريخ هذاك التاريخ، بقول لك معقوله هاي الحادثه تكون صايره؟ لا، بجوز ما صايره، بس شو بيعرفنا مزبوطه ولا لا كاتبها؟ الاحاديث مزبوطه. طيب اللي كتبوا بخاري ومسلم ليسوا عرب وليسوا قريبين من مكي من ولا مكي من الجزيره ولا عصر الرسول ولا عصر وضعوا في فرق 180 سنه بين أضخم تراث فقهي وتراث جاء به الينا، ولحتى الان نبني عليه ثقافتنا وفقهنا وشرعنا وحضارتنا، فهو إذن بخارى ليس بعربي، ولا من هذون بخارى ولا مسلم ليس بعربي، كانوا هذون من كازاخستان وديك المناطق ولا عندهم من الفرس ومن الشعوبيين الذين دخلوا علينا. لذلك يجب علينا أن نكون واعي مدققين متمحصين لكل معلومة ترد إلينا. فللأسف نشر ما هو غير صحيح وثبت ما هو غير صحيح، وأعطيك كثيرا من الأمور الحسية الملموسة،
ففي القرن السابع الهجري عندما كان بريطانيا في القرن الرابع الهجري تقريبا في عام 1707 الهجري أو الثامن، عندما جاءت بريطانيا وكانت مملكة لا تغيب عنها الشمس إمبراطورة، فأوفدت الجواسيس، 9 جواسيس أوفدتهم إلى الشرق، ومنهم من نزل في إسطنبول، ومنهم من نزل في روسيا، ومنهم من نزل في الهند، ومنهم من نزل في مصر، ومنهم فأوفدتهم إلى جميع. وكان هنفر الجاسوس الإنجليزي، هنفر أحد مؤسسي الدواعش الذي أسسهم في شبه الجزيرة العربية، محمد بن عبد الوهاب في 1702، ووضعوا وهو ابن، وكل الناس تعلم عنه، كان ابن شيخ الدرعية، وكيف جندوه ووضعوه في الجزيرة العربية ليكون ضربا للإسلام. وتفقه ابن تيمية على هذه الأصول وعلى هذه التعاليم، وأصبح شيخ الإسلام في مصر، في دمشق شيخ الإسلام في ذلك العصر، ودعا للفتنة، ودعا للفتنة، وجاء أفتى طيف واسع من طيف واسع، وكان تطبيقا للتعاليم. هل احنا موضوعنا كان العصر الجاهلي بالضبط. أنا بإمكاني أعذرني سلسلة أعذرني سمي ما نحن فيه الآن جاهلية أكثر من ذاك العصر، أكثر بكثير، لأنه الجاهلية أنه نقاتل على ناس ماتوا من 1400 سنة ومين كان لازم يستلم الخلافي، وناس تتعاطف مع هذا موضوع الناس. هذا موضوع لا خلاف عليه بأن ننسيه وأن نتناسيه وأن نعيش يومنا هذا ونكون إنسانيين كما كانوا هم إنسانيون. أيوة. نحن عصر الفضاء، عصر التكنولوجيا، عصر العلم، عصر البحث، بالفيزياء، نبحث بما يخدم بالإنسانية، ما يخدم الحضارة الإنسانية جمعاء، لا نفرق بين أحد، وكلنا في هذا البلد سواء، لا نعيش الأحداث السالفة، فنحن لسنا مسؤولين عنهم في ذلك الوقت، ولسنا قيمين على ما قاموا به، وربما يكون أمور كلها مدسوسة أو موضوعة، هو ليست هذا هي بالصحيح، لذلك يجب أن نقف عندها ونتجاوزها ونكون ليومنا هذا، لأبنائنا هذا، لمستقبلنا. ولذلك من لم يقرأ التاريخ لا يعلم المستقبل. هل لا يفضل نحن أما نجعل هذا التاريخ المكتوب لنا ونعتبره مدسوس ومشوه للحقيقة، لأنه حقيقة شوهنا كلنا وأصبحنا نعيش الجاهلية الكبرى نحن حاليا، وقت اللي بيصير حرب ستار تحت ستار طائفي بتدمر الحجر والإنسان، لا أحد يناصره، هذا هي الجاهلية بينا، هذا هي الجاهلية، لأننا نستند على روايات كتب مدسوسي مكتوبة ومدسوسة. إما نشكل لجان تعيد التاريخ وتاريخنا المجيد اللي هو التاريخ الحضارة السورية القديمة والحضارات اللي عطت شيء للبشرية، ذلك الحضارة العربية أعطت كل العالم بريق الحضارة، إشعاع الحضارة، إشعاع العلوم. فلدينا في الرياضيات يونس ابن كامل كان في الموصل، ونأتي إلى بعد العصر الذي نسميه عصر الحطاب، فأول جامعة في التاريخ هي جامعة المنصور في بغداد. فأنا جامعة متكاملة. وقتنا انتهى وقتنا، وبسرعة كمان ما حسينا لأنه كان الحديث شيق معك، بس بدي أذكر أنا أنه نحن أغلب العلماء اللي سميناهم اللي ظهروا في العصر الإسلامي أغلبهم زندقوا وكفروا وقتلوا وماتوا، وكل من يأتي بجيد منهج علمي أو بمنهج علمي مدروس حكم عليه بالإعدام بالقتل بالسباح. هذا ليس قتلا له، وما زال حتى الآن ما شاهدناه في السنوات الماضية الثمانية، كم من العلماء الذين بذلوا جهودهم لإرساء الحضارة العلمية البحتة التي استهدفوا من قبل تلك العصابات الممولة، التي هي خليفة لتلك المدسوسين عبر التاريخ. بدي تشكرك بنهاية اللقاء وزالك كلمة أخيرة بس تحب تحكيها، تفضل.
لذلك في هذا البحث هو في التاريخ وفي تصويب التاريخ بحث شائك، لأن الناس تثقفوا للأسف على بعض هذه المعلومات، لكن فليتيقنوا على أن التاريخ دون بيد القوي ودون بيد صاحب السلطة، ومن كما تفضلت على أن من أتى بشيء جديد مخالف للنهج لو كان خاطئا وهو خاطئ فيستهدف ويقتل، وكم قتل من علمائنا وانتهوا نتيجة لموقفهم الفكري المبدع ونتيجة لتمحصهم وتدقيقهم في هذا التاريخ وتصويب الصواب والابتعاد عن المغالطات التي ألفها البعض. ولذلك نتمنى أن يكتب ويعاد هذا التاريخ لمصلحة أمتنا العربية وحضارتنا العربية وتاريخنا العربي وهويتنا العربية التي تتمثل بلغتنا وثقافتنا وحضارتنا، وشخصية الإنسان العربي هي بلغته وثقافته وتطلعاته نحو المستقبل الأفضل لكي نضاهي ونرجع الحضارة العربية التي كانت كما هي عليه. شكرا لك، بدي أشكرك ثاني مرة، وأنا بدي أدعو إضافة إلى بدل كتابة التاريخ كتابة المستقبل، لأن هو الأهم، وطبعا المستقبل يكتب من خلال الحاضر إذا كان مزدهر وعلمي، ينتهج العلم والمساواة والإنسانية والسلام. شكرا كثير لك ثاني مرة. شكرا لك، نحن متشكركم وتشكر مركز الإذاعة أوغاريت لاستضافتي والإفصاح عن ما هو من مكنوناتي التي أتمنى أن تكون لبنة في بناء الحضارة والثقافة العربية، وأن تكون لبنة لكل مثقف عربي يقرأ ويعي ويفسر. أهلا وسهلا فيك، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتوا في هذه الحلقة التي قدمناها لكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة.